قالت الرئاسة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي عازم على الاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى المبارك وخلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار والتوتر. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن ما حدث في المسجد الأقصى من اعتداء على المصلين والذي يأتي استكمالا للاعتداءات الوحشية الإسرائيلية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد جر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.